وإن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة ونظرته التحديثية الثاقبة رغم التهديدات والضغوطات. وإن أي محاولات للتهديد وإجهاض التجديد محاولات يائسة وستنعكس سلباً على الأمن والسلام والاستقرار العالمي، وبلادنا المباركة ستظل رائدةً شامخة. وترديد الاتهامات والشائعات والحملات الإعلامية المغرضة لن يثنيها عن التمسك بمبادئها وثوابتها معتمدةً في ذلك على الله وحده، ثم على حكمة قادتها وتلاحم أبنائها، فهي الكفيلة بإذن الله لمواجهة المزاعم الباطلة والمحاولات الفاشلة، والتأريخ خير شاهد على ذلك.